سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعادة وخير علينا كلنا إن شاء الله. ليه بقى رمضان؟ هقول لك على حاجتين اتنين خلي بالك منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. تاني بقى، إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني أنا مؤمن إن صيام رمضان فرض، ومؤمن إن أنا بصوم بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني عقيدة وثقة ويقينا. حلو جدا. يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. بقى يعني ايه كلمه الملخبطانه دي؟ واحتسابا يعني انت بتحتسب، او حضرتك بتحتسبي الجوع، العطش، التعب، الارهاق بتاع الصيام، انت بتحتسب ده كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انا عايزك تطلع من رمضان كل اللي فات ممسوح باستيكا. لا، وضيف على ده ايه يعني؟ ده بالنهار. طب بالليل بقى، حصل التراويح، صلى ركعتين بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ضيف على ده بقى كله حاجة كمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. عندك فرصة بقى، عندك صيام وعندك إيه؟ وعندك قرآن. وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.